الهدف الثاني وهو صياغة الشكل المنفي للماضي البسيط to make the negative form of the past simple negative sentence. إذا صياغة الشكل المنفي من الماضي البسيط أو الجملة المنفية. Okay, let's read these examples. نقرأ إذا بداية هذه الأمثلة. ياسر didn't speak English. ياسر didn't لم يتكلم speak. Okay, didn't speak لم يتكلم English الإنجليزي. طبعا الفعل هو speak يتكلم spoke تكلم تكلم، هذا فعل شاذ، لكن هنا وضعنا didn't وأتى بعده إيش speak يتكلم، يعني نعم الفيرب 1. Okay, another example، نأخذ مثال آخر. It didn't rain last night. It didn't rain، إنها لم تمطر last night الليلة الماضية. It didn't rain last night. أيضا استخدم didn't ورين تمطر. الأصل طبعا الفعل rained أمطرت. أوكي إضافة ed، أما هنا rain. أوكي استخدمنا الفعل نعم الأساسي أو الفيرب نعم verb one. Okay, last example. الثالث والأخير. They didn't eat ice cream. They didn't eat. هم لم يأكلوا ice cream. Ice cream. Okay. أيضا استخدمنا هنا didn't والفعل في الشكل الأول eat وليس eat أكل بالماضي. Okay. هنا استخدمنا eat. نعم. إذا ماذا نستنتج هنا بالنسبة للنفي؟ كيف إذا نصيغ النفي في الماضي البسيط؟ نعم إذا نلخص إذا هذا الأمر في القاعدة التالي، أن جميع الضمائر I, he, she, it, you, we, they تأخذ didn't. Didn't plus verb one باختصار. إذا الفاعل plus didn't plus verb one زائد إذا didn't. إذا شكل النفي لابد من استخدام didn't plus verb one زائد التصريف الأول للفعل وتتمت الجملة. أوكي إذا شكل النفي باختصار، شكل النفي بالماضي البسيط subject فاعل plus didn't plus verb 1 plus complement. فاعل و didn't و verb 1 ليس verb 2 هنا، إذا في النفي ننتبه فقط ال verb 2 نستخدمه عند الجملة المثبتة المؤكدة، أما المنفية فنستخدم verb 1 الشكل الأساسي للفعل المصدر أو الجذر. نعم كده. We've got this existent question. لدينا سؤال التقييم هذا. نعم الجملة الأولى. I didn't see a strange bird yesterday. Yes. ماذا نختار هنا؟ I didn't saw or see a strange bird yesterday. طبعا سو رأى و see يرى. Yes. عائشة. استاذ سي. Excellent. أحسنت. إذن هنا اخترنا سي. لماذا اخترنا سي هنا؟ ليش لماذا يعني مثلا سو رأى؟ إنه المصدر للكلمة، الكلمة الأساسية. أحسنتي، تمام، برافو. إذن المصدر يجب أن يأتي، تمام، يجب أن يأتي بعد didn't مصدر الفعل، تمام. سي يرى، لا نختار هنا سو رأى. I didn't see a strange bird yesterday. لم أرى مثلا طائرا غريبا البارحة. Thank you. الجملة الثانية. The cat didn't run or didn't run quickly after the mouse. القطة لم تركض. Didn't run or run quickly بسرعة after the mouse خلف الفأرة. جواهر حسين، تفضل يا جواهر. أستاذ didn't run. أحسنتي. Didn't run الأولى مو الثاني. Okay didn't run. الأصل الفعل run يركض، تمام. القطة لم تركض didn't run، أما didn't run الثاني في عنا run الماضي من run. Okay هذا شاذ، فعل شاذ، ركضت. أوكي فالأفضل صحيح. أحسنت. إذا didn't run. Yes. الجملة الأخيرة. He wasn't or weren't at the school yesterday. He wasn't weren't or weren't at the school yesterday. لم يكن في المدرسة البارحة. فاطمة شادي، تفضلي فاطمة. He wasn't at the school yesterday. Excellent. Well done. إذا he wasn't at the school yesterday. هو لم يكن في المدرسة البارحة. نعم. طبعاً wasn't تأتي مع ضمائر الآي أنا والهي والشي وليد. أوكي. أما الولن تأتي مع اليو وي ذي.
اوكي هذا الشيء ان شاء الله الدرس القادم راح احكي عنه بالماضي المستمر.